عمر هذا المشهد 20 عاماً، يحكي قصة ارتباط ناصر شبيل بأرضه وزرعه في خميس مشيط. مرت الأعوام ولم ينقطع نسله عن هذه الأرض، فابنه سعيد شبيل ما زال يرعى مزرعة والده مستخدماً الطرق التقليدية دون إقفال للطرق الحديثة. المحاصيل الموسمية نزرع الطماطم، الخيار، الكوسة، الفلافل بأنواعها طويل وحار، والرومي كذلك، البامية فوقات البرد وهي والبازاليا. تشتهر محافظة خميس مشيط بالمحاصيل الزراعية المختلفة من الفواكه والخضروات نتيجة تمسك أهلها بالري والزراعة في مزارعهم التي نشأوا فيها منذ الصغر. فرع الوزارة بمحافظة خميس مشيط الله يعطيهم العافية ما قصروا، اهتمامهم كبير جدا في المحافظة ككل، واهتموا كثير بالمزارعين هنا، وطلعاتهم نحمد الله كثيرة. يعني أقول لك في الشهر بالنسبة لي أنا كمزارع يطلعون علي في الشهر الواحد فترتين ما بين مهندسين احتياجياتي كأدوية. يشرف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خميس مشيط على أكثر من 4000 مزرعة، فيما تقدم الوزارة عدة برامج ومبادرات لدعم المزارعين، من أهمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة والإسهام في الأمن الغذائي. من خميس مشيط، حسن الطالعي، الحدث،